على مقربة من خط النار تقطعت بهم السبل للوصول إلى مستشفيات الجنوب في خان يونس التي تشهد حصارا مطبقا منذ ما يزيد عن أسبوع. بإمكانيات محدودة يسعى نسيم حسن جاهدا لإجلاء وإنقاذ جرحى ومصابين ومرضى دون جدوى. بوضع عجوبة خرجنا من مستشفى ناصر، تبقى لنا عدد 2 من سيارات الإسعاف تعمل في داخل مجمع ناصر الطبي، تحاول قدر المستطاع يعني الخروج من داخل المجمع وتأتي بالمصابين والشهداء من محافظة خان يونس بشكل كامل. تعمل تحت ظروف قاهرة وصعبة جدا. حتى الآن لا يوجد بيننا وبين هذه السيارات أي وسيلة اتصال. حصار مطبق وقصف متواصل حال دون وصول الطواقم الإسعافية إلى داخل مجمع ناصر الطبي أو مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر أو إلى المدارس التي تؤوي النازحين لإسعاف الجرحى والمصابين. هذا المستشفى جاء بعد حصار المستشفيات ناصر والأمل وصعوبة الوصول إليها في ظل الأحداث الدائرة حالياً. نتعامل مع الحالات في ظل وضع حرج جدا، في ظل اشتباكات يومية، استهداف للمستشفى الميداني أكثر من مرة. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن وضعا كارثيا يهدد حياة العديد من الجرحى والمرضى والنازحين نتيجة النقص الفادح في الوقود، ما قد يؤدي إلى توقف شبه كامل للمولدات الكهربائية فضلا عن تراكم للنفايات في مختلف الأقسام الطبية وساحاتها. بيئة غير فعالة للعمل الصحي، بيئة تسمح بانتشار العدوى بين المرضى. نحن كما نرى هناك نقص حاد في المعدات وفي الأدوية وفي الكوادر الطبية. حرب مستشفيات أوقفت العمل ولو جزئيا في حوالي 14 مستشفى من أصل 36 في غزة، من بينها 7 مستشفيات في الجنوب و7 في الشمال.